بتطلع دايما معانا ان احنا بنبتدي وبنقابلها في مواقف غريبه جدا. المره دي احنا بنقابلها في استاد الهوكي علشان خاطر حفل كاس العالم اللي هي بتغني فيه نانسي عجرم نجمتنا في سكوت هام. اهلا بيك يا نانوس. اهلا فيك. وحشتيني قوي. وحشتوني الي قوي. الي جامد. اخبارك ايه؟ تمام. مش عارفه انا عندي مليون سؤال عايزه احكيه. من اهم الحاجات المميزه جدا 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 في كاس العالم ان انت موجوده بصوتك الشرقي لان انت بتمثلي كل الوطن العربي. وكمان معاكي كمان صح ومطرب عالمي، وعارفه ان هو لما هو اختاروه عشان يغني اختارك انت اللي بتمثلي الوطن العربي صح؟ صح. طب ممكن اعرف التفاصيل؟ هو غنى باللهجه الانجليزيه باللغه الانجليزيه وانا غنيت باللغه العربيه وعملنا ميكس كان حلو كتير وناجح كتير، وتصورت هالغنية كليب من إخراج ليلى كنعان. إن شاء الله يعجب الناس لأنه كليب كتير مهضوم وكتير مميز وحلو. صار في يعني نحن صورنا كروما بس صار في هيك مثل ميكساج أنا وكنعان، أكيد هو هونيك وأنا وإنتي هنا لبنان. مبسوطة أكيد وكنت حاسة هيك يعني بفرحة كبيرة لأنه كأس العالم العالم كله بيشوفه وبيتابعه. هو إنه كأس العالم يعني دي حاجة عالمية، فأكيد هذا الشيء أنا يعني بيضيف لي على نجاحي وعلى مسيرتي الفنية كحدا هيك محبوب ومشهور بحبوه الناس. أكيد كنت يعني رحبت بالفكرة كتير. قل للعالم قل يسمع دي أحلى فرصة عشان نتجمع وقوتنا في لمتنا بنحب بعض قوي وبنشجع تشجيع عمل إيجابي بابا تشجيع مليان بالحب حسين إننا أحرار سواء مشجع بالقلب حبيبي. يعني الفترة اللي فاتت دي في أكتر من خبر واكتر من حاجه انا عايزه اتكلم فيها معاكي، واهمهم الاثنين البوم اللي انت بتشتغليهم. واحد اثنين البوم؟ لا أطفال. واحد انت هتعملي اطفال؟ لا خلاص دلوقتي لا. ليه ما كنت قال ان انت هتعملي البوم اطفال جديد؟ هيتقال حاجات كتير بقى. طب كويس انت ما بتبقيش صح في المعلومات اللي عندنا. لا ما فيش البوم اطفال في الوقت الحاضر هلا. يعني حتى بعد ما عم بسمع اغاني ومش عم بتحضر شيء، بس انا عم بحضر البومي انا الخاص يلي رح ينزل قريبا. يعني خلصته، بعد عندي اغنيتين بدي احط صوتي عليهم ببيروت الله راد، و بينزل بنص الصيف تقريبا. سلموا لي عليه اللي وحشني وانا وحشاه ما تسلموا لي عليه مهما يبعد مش هنساه سلموا لي عليه غالي عليا وما تغيرتيش يا ناس. شوفي احنا اتقابلنا دي رابع خمس مره الحمد لله واكسكلوسيف بس ما تلاقيش غير في سكوت هنغني وده شرف ليا. ماشي وانا كمان. ما تغيرتيش ملتزمه تحترمي مواعيدك تحترمي الناس. حاجه حلوه انك تفضلي كيبي طب الحمد لله. ميرسي كتير. من اهم المواضيع الثانيه اللي برضو عايزه اطمن عليها التمثيل. ناس كتير قوي مصممين انهم يخلوكي تمثلي وانت رافضه يا ستي. انت رافضه ليه؟ انا مش فاهمه. انا مش موضوع رفض يعني انه مش عايزه، لا مش كده. انا ما عنديش وقت في الوقت، يعني ما عنديش وقت صراحه. يعني ازاي ابتدي في مشروع كبير زي يعني زي التمثيل. ده التمثيل طبعا، يعني اذا بدي امثل فيلم ما راح ياخذ من وقت اقل من 3 4 شهور طبعا. ف
ثلاث اربع شهور نون ستوب يعني يعني بين الراحه وبين التصوير. يعني انا عارفه تصوير الكليب اللي هو يومين وبياخذ يعني 24 ساعه يعني 48 ساعه نون ستوب. وانت مركزه فيه وكل حاجه عشان الكليب صح؟ انا عارفه بصراحه يعني انا بالاسبوع مسافر مرتين لحفلات غنائيه فما عنديش الوقت الكافي عشان اختار و... طب ما نفسكيش تقرخي يعني؟ كل الناس بيقولوا دايما ان التمثيل هو بتسيبي حاجه تاريخ في يعني السينما. انا عندي هالموهبه هلا هي يعني برجع بقول منها فكره مستحيله اكيد. بالظبط وانت بتمثلي حلو قوي في اغانيكي بالكليبات. مزبوط مزبوط. فليه لا؟ انا عندي هالموهبه يعني بحبها. بس هلا حتى اختار السيناريو وحتى اشوف دوري اللي بدي العبه ما بعرف يعني بدها وقت يعني. مشان هيك بقول هلا مشروع مؤجل. قالوا لي لما قبلك اسالك ايه اخبار حاجبك اللي اتعور وانت في التصوير مع عينك وقالوا لي اطمني عليها واحنا قلنا الخبر عليا علي انا يا ريتا عارفه فيك ايه. انت انت كويسه الحمد لله؟ لا بس أنا منيحة. ايه اللي حصل؟ خلصنا الانترفيو انا عم بطلع من الاستوديو جيت بدي اتفركش يعني كنت لابسه كعب اجت حرام ريتا اللي بتعمل لي هيك اجت عم بتهديني كان ما كانت حامله مفتاح السياره بايدها فاجا بعيني. يعني انت ما وقعتي مش زي ما كل الناس فاكرينك وقعتي اون لوكيشن؟ لا ما وقعتش. ده ريتا هي اللي بالمفتاح. ريتا السبب. ايه اخبار ماما نانسي؟ حلوه الشغلانه دي؟ الشغلانه دي مش بارت تايمر؟ مش هينفع مش هينفع تهربي منها يعني. دي مش شغلانه بارت تايمر خالص. دي شغلانه دي بجد دي على طول. ايه الاخبار؟ تمام. ايه اخبار الشغلانه دي؟ احكي لي. تمام. عامله ايه فيها؟ بنوتك بتعملي ايه معاها؟ هي مش يعني احنا مش عاملين فيها حاجه، هي اللي عامله فينا كل حاجه. عامله فيك ايه؟ دلوقتي عندها قد ايه؟ سنة. لا لا يعني تمشي سنة. اعتقد شوية يعني هي دلوقتي في مرحلة يعني الزحف. بتمشي بتوقع شوية، جا بتمشي جا بتوقع وبتشد الحاجات وبتوقع الحاجات. دي المرحلة. طبعا كل الوقت معها يعني او باخدها معي هيك امشيها، بس اذا عندي شغل اكيد ما باخدها. طب وجدها عاملين ايه فيها؟ اظن هي دي حياتهم. جنين. متجننين بيها. بيسيبوها لك وقت لما تيجي موجوده. طبعا. وقت وانت مش موجوده هي عندهم بتنتقل الاقامه. بتحب بقى ايه؟ بتحسي هو الطفل بيحس ان هو بيحب فين؟ حابب جده وتيتا وبتاع والدلع كله كتير. بدلعوها اكتر مني. ما هو طبيعي. انت كمان عايز تدلعي؟ يعني دي فكره عالميه يعني، على طول جد والست بينزعوا البيبي. صح. جربتي؟ جربتي صح؟ يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله؟ شاطر شاطر. يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله؟ شاطر شاطر. يلي بيسمع كلمة